مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. البداية بالعناوين. في ذكرى 17 أكتوبر التاريخية نشاطات مخلدة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني يبرز بشاعة ووحشية المستعمر ويؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية وحروب الإبادة لا تسقط بالتقادم. الفريق سايت شنغريحة يكرم أعضاء التشكيلية العسكرية للقوات البرية المشاركة في تنفيذ تمرين مشترك حول مكافحة الإرهاب بروسيا على النتائج المشرفة والمتميزة خلال ترأسه حفل استقبال وتكريم بمقر وزارة الدفاع الوطنية. مشاريع حيوية بمتليل بغردايا لفك العزلة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وبشرشال إنجاز طرقات جديدة لبعث الحركية التنموية. تدعيم الصحة الجامعية بنعامة بتخصصات جديدة تجنباً لعناء تنقل طلبة المناطق النائية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، نظم المجلس الشعبي الوطني ندوة تاريخية تحت شعار النهر لا يزال دما في عيون الجزائريين. الندوة جرت بحضور ممثل عن وزير المجاهدين وذوي الحقوق وعدد من المجاهدين الذين عاشوا هذه المجازر بالعاصمة الفرنسية باريس. الذكرى التي استهلت بوقفة ترحم ووضع إكليل من الزهور على أرواح الشهداء، أكد خلالها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على أن الجرائم ضد الإنسانية وحروب الإبادة والتعذيب والتشريد والتهجير لا يمكن أن تموت بالتقادم ولا بالمراوغات ولا بالمخادعات ولا باستغباء شعوب ولا بالخرجات غير المسؤولة التي لا تقيم وزنا للتاريخ وتسعى للتضليل والتشويه والسطو على الحقائق والوقائع والأحداث الثابتة. إن طعن حامل الفكر الاستعماري في الأمة الجزائرية وتاريخها وحضاراتها وانتمائها وتماسك شعبها بكل المكونات التي صارتها الخطوب وجعلت منها لحمة واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد، طعنهم هذا لن يغير من سيرات التاريخ ولن يطمس المعالم والشواهد، بل يبعث على الاستهجان والاستغراب، وهو لا يضر إلا أصحاب هذا الفكر العدائي الحاقد المتعالي. لقد كان السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية واضحا في تحديد الموقف من المسائل التاريخية التي لا تقبل المساومة ولا التنازل. ومن خلال هذا الضبط لمفهوم الاستعمار يتم التعامل في الجزائر السيدة الحرة الحريصة على العلاقات الودية والملتزمة بحسن الجوار، وربط جسور التعاون ومراعاة المصالح المشتركة هي نفسها الجزائر المتشبتة بندية التعامل وتسمية الأسماء بمسمياتها. فالاستعمار يبقى الوجه البشع والصورة المشينة المشوهة للإنسانية، ومن شروط حسن التعامل هو الاعتراف بجرائمه وآثامه والتي لا تزال آثارها شاخصة ماثلة إلى اليوم. وإحياء للذكرى، نظم المركز الوطني للأرشيف معرضا للوثائق والصور توثق للجريمة المرتكبة في حق المهاجرين الجزائريين والتي تعتبر عينة واحدة من بين جرائم لا تحصى ارتكبت في حق الشعب الجزائري. هذا ونظمت جمعية مشعل الشهيد وقفة عرفان لأصدقاء الجزائر الذين اختاروا النضال السياسي خدمة للقضية الجزائرية.
ترأس السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر وزارة الدفاع الوطني حفل استقبال وتكريم أعضاء التشكيلة العسكرية للقوات البرية التي شاركت في تنفيذ تمرين مشترك حول مكافحة الإرهاب بفيدرالية روسيا من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر الجاري. جرت مراسم حفل التكريم هذه بحضور قادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين ورؤساء مصالح بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. خلال حفل التكريم حرص السيد الفريق في كلمة له أمام الحضور على تقديم التهاني لهم على الجهود الحثيثة التي بذلوها بكل تفان وإخلاص لتشريف أنفسهم وتشريف الجيش الوطني الشعبي والجزائر على الصورة الناصعة التي رسموها بهذه المشاركة المتميزة. يطيب لي كثيراً أن نلتقي بكم على إثر عودتكم من المشاركة في تنفيذ تمرين مشترك مع الجيش الروسي حول مكافحة الإرهاب المعنون التمرين التكتيكي لمكافحة الإرهاب المشترك للقوات البرية لسنة 2021 الذي جرت وقائعه جنوب فيدرالية روسيا في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2021. وأتقدم لكم بهذه المناسبة الكريمة بأحر التهاني على الجهود الحثيثة التي بذلتموها بكل تفان وإخلاص لتشريف أنفسكم وتشريف الجيش الوطني الشعبي وتشريف الجزائر، حيث أظهرتم خلال مشاركاتكم في هذا التمرين على مستوى عالي من الجاهزية القتالية ودرجة كبيرة في التحكم في استعمال مختلف الأسلحة والتقنيات المستخدمة في مجال مكافحة الإرهاب. إن الصورة الناصعة التي رسمتموها بهذه المشاركة المتميزة تعكس بحق السمعة الجيدة التي أصبح يتحلى بها الجيش الوطني الشعبي على مستوى الدولي، لا سيما من خلال تجربته الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب التي أصبحت مرجعاً عالمياً يقتدى بها. السيد الفريق ذكر بأن هذه النتائج المرضية لم تأتي من فراغ، بل هي وليدة تضحيات جسام قدمها رجالنا البواسل طوال سنوات الكفاح الطويلة، تضحيات مكنت الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن من اكتساب تجربة متفردة في مكافحة الإرهاب والتخريب. كما يجدر التذكير بأن هذه النتائج المرضية لم تأتي من فراغ، بل هي والدة تضحيات جسام قدمها رجالنا البواسل طوال سنوات الكفاح الطويلة، تضحيات مكنت الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن من اكتساب تجربة متفردة في مكافحة الإرهاب والتخريب. وعليه أدعوكم جميعا للترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة، وتمكنوا بفضل عزيماتهم وإرادتهم التي لا تقهر من دحر الإرهاب الهمجي وإفشال مشروعه الظلامي. وأوصيكم بالتفكير مليا في مغزى تضحياتهم قصد مواصلة الجهود المضنية
للحفاظ على المكاسب العملية المحققة بأبهض الأثمان. إن ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن وأمان لم يتحقق دون عناء، بل كان وليد رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وما تضمنته هذه الرؤية الشاملة من استراتيجية عميقة وبعيدة النظر كفل تطبيقها بنجاح ومثابرة للشعب الجزائري حق العيش في أمن وأمان. وأكدت للجميع تمسك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بتحمل مسؤولياته العظيمة والشريفة وفقا للمهام الموكلة إليه دستوريا. وبدوره أكد اللواء عمار عثمانية قائد القوات البرية على أن الأهداف المسطرة والمرجوة من تنفيذ هذا التمرين قد تم بلوغها بفضل الانضباط والجدية التي تحلت بها تشكيلتنا العسكرية. إن الأهداف المسطرة والمرجوة من تنفيذ هذا التمرين قد تم تحقيقها، وهذا بفضل الانضباط والجدية الصارمة التي تحلت بها تشكيلة قواتنا البرية من المشاة والقوات الخاصة وإصرارهم على إبراز قدراتهم بما يعكس الصورة اللائقة لكفاءة المقاتل الجزائري وتنفيذ المهام المسندة بفعالية واحترافية. ومما لا شك فيه فستكون هذه المحطة الفارقة دافعاً وحافزاً لمختلف تشكيلاتنا في الجيش الوطني الشعبي للعمل أكثر وتقديم الأفضل لتشريف قواتنا المسلحة وبلدنا في مختلف أنشطة التعاون العسكري. ختاماً أجدد لكم سيادة الفريق أسمع معاني الشكر والتقدير على تفضلكم بالإشراف على هذا الحفل ذو الدلالات العملية والمعنوية الكبيرة لهؤلاء الإطارات والأفراد من قواتنا المسلحة، نظير مشاركتهم الإيجابية في هذا التمرين التكتيكي المشترك. وضي ثرى أمس شهيد الواجب الوطني سيف الدين سراوي بمقبرة يابوس في خنشلة بحضور السلطات المدنية والعسكرية وحشد من سكان المنطقة. الشهيد وافته المنية أول أمس عندما تعرضت دورية لحرس الحدود إلى انفجار لغم تقليدي الصنعاء خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد. فأشغله في نفسه يا رب العالمين، اللهم لا تمكنه تمكينا. دعا المواطنين على الشهداء نظروا أمانة فيك، رحم الله الشهيد رحم الله صحيح الجنين. هذه تعاجي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لرئيسها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وباسم قائد الناحية العسكرية الخامسة لكم هذا التعاجي. الحمد لله صحيح مشان رب العالمين ولا يويث متهمي هم التهمي من دوك الناس ربه يرحمه ويوسع في الناس ويرحمه من دوك الناس. الحمد لله سوى قموث الجزائر وذي موشف الحشد. في ختام النقاش حول مسألة منح رئيس اللجنة صفة مراقب لإسرائيل على مستوى الاتحاد الإفريقي، أعلن وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة أن النقاش الذي دام لمدة ساعات بين الوزراء الأفارقة للخارجية حول مسألة منح صفة مراقب لإسرائيل من قبل موسى فقي تسبب في انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
العمامرة أضاف أن هذا القرار المؤسف والخطير عارضته العديد من الدول على غرار الجزائر، ودفعت على المصلحة العليا لإفريقيا والتي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها. العمامرة أضاف أيضا أنه من المؤسف أن يكون اقتراح نيجيريا المعد مع الجزائر والذي يهدف إلى إعادة الوضع القائم في الاتحاد لم يتم قبوله من طرف الأقلية الناشطة ممثلة في المغرب وبعض الحلفاء المقربين ومن ضمنهم جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت موقفا متحيزا بشكل خاص في الجلسة. رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطال عمامرة أكد أن مرافعات كل من دولة جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من أجل عدالة قضية الشعب الفلسطيني تضع في نصابها الضرر الجسيم الناجم عن قرار موسى فقي على الإرث التاريخي لإفريقيا في نضالها ضد الاستعمار والأبرتايد. وفي ختام الجلسة وافق وزراء الخارجية الحاليين بالأغلبية على رفع الانشغال الخطير إلى قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي المقررة شهر فيفري المقبل، إدراكا منهم أن الأزمة المؤسساتية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فقي سيؤدي إلى تقسيم القارة بلا رجعة. بسبب شح الأمطار أقيمت اليوم صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن تضرعا للمولى عز وجل أن يغيث البلاد وينزل عليها المطر بعد أن تأخر سقوطها هذا الخريف على أغلب جهات الوطن، وهذا عملا بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إلى المصلى فاستسقى. صلى الله عليه وسلم. استفادت بلدية سبسب بغردايا من عدة مشاريع ضرورية كانت مطلب سكان المنطقة والتي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لمواطني هذه البلدية. خالد بن جرينة. بلدية سبسب التابعة لدائرة متليلي بغردايا تستفيد من مشاريع حيوية مكتملة وأخرى شبه مكتملة من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن وفك العزلة عنهم على غرار تهيئة وإعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 6 وإنجاز قناة الرئيسية لقنوات الصرف الصحي واستفادة عشرات الأسر من تغطية الغاز الطبيعي. إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 6 مكرر بطول 15.50 كيلو وهو مشروع مهم لفك العزلة عن بلدية سبسب، ربط منطقة جديد الجديدة بالغاز الطبيعي غاز المدينة، حيث استفادت منه حوالي 60 أسرة وكانت يعني المسافة مقدرة بحوالي 8 كيلومترات. والحمد لله نقدر نقول بأن بلدية سبسب بها تغطية من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 90%. ومن ضمن المشاريع التي استفادت منها بلدية سبسب وهي الأولى على مستوى البلدية بيت الشباب بسعة 50 سرير. عندنا النوادي الرياضية وعندنا الجمعيات بالإضافة إلى الأفواج اللي تجينا من الشمال ومن الجنوب إلى آخره باش تولي تستقطب هذه بيت الشباب الجديدة الأولى على مستوى البلدية. نتمنى أنه هذا الصرح يكون يفك العزلة على البلدية ويكون فيها نشاط سياحي، ومع النشاط السياحي راح يكون هناك نشاط تجاري على الأقل تفك تنقص ويبطل على الشباب. مجهودات مبذولة من أجل تحريك عجلة التنمية ببلدية سبسب جسدها تسجيل مثل هذه المشاريع الضرورية بالمنطقة والتي من شأنها تحسين المستوى المعيشي لمواطني هذه البلدية. عرفت ولاية تيبازا إنجاز العديد من الطرقات التي من شأنها تسهيل تنقل المواطنين وإنهاء الأزمة المرورية التي تعرفها مختلف دوائر الولاية، بالإضافة إلى فك العزلة عن العديد من المناطق النائية. ملك درحمون. بعد معاناة لسنوات طويلة من الازدحام المروري الخانق على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين شرشال وسيدي غيلاس، ها هو الطريق الجديد يدخل حيز الخدمة بطول يقدر ب 18 كيلومتر بعد انتهاء كل الأشغال فيه. انتهت الأشغال فيه
وهذا الطريق نجح 100%، وينقص الضغط على الطريق الوطني رقم 11. اسم المشروع هذا راه فايدة للناس اللي ساكنين هنا من جهة قرية الداموس وشرشال سيدي غيلاس حجرة النص. كما تعرف عديد القرى والمناطق النائية بدائرة شرشال إنجاز العديد من الطرق لفك العزلة عنهم وخاصة الفلاحين. هذه الطرقات سمحت للناس هادو يعاودوا يرجعوا لأراضيهم ويبنوا، وكاين الناس اللي راهي تستثمر، كاين الناس اللي راهم دايرين المشاريع هنا في المنطقة خاصة المشاريع الفلاحية. قامت مديرية الأشغال العمومية في الآونة الأخيرة بتسجيل ما يقارب 80% من هذا البرنامج، حيث قامت بإنجاز 26 مشروع فيما يخص هذه المشاريع بما يقارب 26 كيلومتر لفك العزلة خاصة في المناطق الغربية للولاية. لتبقى مثل هكذا مشاريع دعما لشبكة الطرقات في بلادنا وتسهل من تنقل المواطنين خاصة في التضاريس الصعبة. عرف دخول الجامعي لهذه السنة فتح تخصصات جديدة بالمركز الجامعي أحمد صالحي بن عامة، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة والقضاء على مشكل تنقلهم إلى ولاية أخرى للدراسة. مصطفى دحاوي. يعرف المركز الجامعي أحمد صالحي بن عامة هذا الموسم فتح تخصصات جديدة كالعلوم الإنسانية والعلوم الاقتصادية لهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة خاصة أبناء المنطقة. الحمد لله، يعني حلونا تخصص علوم اقتصادية وتسيير وعلوم تجارية، هو اللي نقص لنا الكثير من التعب والمصاريف للانتقال ولاية سعيدة، وإن شاء الله يعني فتحوا العديد من التخصصات هنا في المركز الجامعي ولاية نعامة. علوم التسيير كان مخصص عندنا بزاف هنا في ولاية نعامة، والحمد لله وفروا لنا وقلعوا لنا بزاف غبينا، وفروا لنا كل شيء خير من اللي انتباسوا الولايات أخرين. قمنا بتجهيز كل المخابر وتحضير يعني كل اللوازم من أجل استقبال الطلبة وخاصة طلبة السنة الأولى مختلف التخصصات. رغم كل المجهودات المبذولة من طرف القائمين على المركز الجامعي إلا أنه لا يزال يعرف عزا كبيرا في المقاعد البيداغوجية. تدعم المركز هذه السنة بحوالي 800 مقعد بيداغوجي على مستوى قاعات جديدة، وهو ما يسجل نقطة إضافية للمركز هذه السنة، بحيث أن أكثر من 400 طالب سوف لا يضطرون إلى التنقل إلى ولايات أخرى كما أنهم يرغبون في هذا التخصص. يعني نسجل الاستجابة للرغبات تقريبا نسبة 100%. ويبقى تجسيد مشروع توسعة المركز واستفادته من مقاعد بيداغوجية وتخصصات جديدة مطلب الجميع. دوليا وفي شأن الصحراوي، أعرب ممثل جبهة البوليزاريو في الولايات المتحدة الأمريكية مولود سعيد عن ارتياحه بخصوص الرسالة التي وجهها 10 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى كاتب الدولة أنتوني بلينكين يستوقفونه فيها بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. في الشأن الفلسطيني، أصيب 10 الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب 4 فلسطينيين بجروح في اعتداء للمستوطنين على مزارعين بقرية ياسوف شرقي سلفيت. وفي تطورات الوضع الأمني بلبنان، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جوانا فرينيسكا عقب لقائها مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الجيش يمثل ركيزة أساسية للاستقرار في لبنان، مؤكدة على دوره المحوري في إعادة الهدوء إلى العاصمة بيروت. ونختم بالفيلم الوثائقي نوميديا الذي يتطرق إلى حقبة زمنية صنعت مجد الجزائر من خلال شخصية جزائرية بارزة، مع التركيز على نظام الحضارة وتألق أمة بأكملها حاربت الظلم والطغيان. يقول يوسف طفى.
الفيلم الوثائقي التمثيلي نوميديا ركزت فيه صحفية المخرجة حنان بوريو على جمالية الصورة والإضاءة الطبيعية وحبكة السيناريو وتركيب متقن للمبدع سليمان حميمي بالتعاون مع المتحف الوطني للجيش ومسرحي قسنطينة وباتنا وديوان تسيير واستغلال المواقع الثقافية المحمية وباحثين جزائريين لتسليط الضوء على الشخصيات العظيمة التي صنعت تاريخ أمة بأكملها. روما مدينة للمرتشين وجاهزة للفناء لو وجدت من يشتريها. أمة اللي ما عندهاش الرموز تاعها، اللي ما عندهاش الأبطال اللي تحب يكونوا نموذج لها، مش ممكن تتبنى. وعلى هذا الأساس إذا كان حبينا نبنيوا هذه البلاد نبنيوها جميعا. العمل الذي دام سنتين كاملتين من البحث والتصوير من الفرق التقنية للتلفزيون الجزائري أرادت من خلاله المخرجة أن تقول بأن مقولة التاريخ يصنعه الغالب لا أساس لها من الصحة. أحث كل الإعلاميين وكل المنتجين وكل الباحثين في التاريخ أن يعني يتطرقوا إلى فترات القديمة للجزائر بشكل كبير، وأن يعني ينفضوا الغبار على هذه المراحل التاريخية القديمة لأنها تمثل العمق التاريخي والعمق الحضاري وتجذر الهوية الجزائرية في أقدم العصور والتواريخ. نوميديا عمل إبداعي يستحق تشجيع والتوزيع على نطاق واسع من أجل جيل جديد يفتخر بتاريخه وهويته. ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. في ذكرى 17 أكتوبر التاريخية نشاطات مخلدة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني يبرز بشاعة ووحشية المستعمر ويؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية وحروب الإبادة لا تسقط بالتقادم. الفريق سعيد شنقريحة يكرم أعضاء التشكيلة العسكرية للقوات البرية المشاركة في تنفيذ تمرين مشترك حول مكافحة الإرهاب بروسيا على النتائج المشرفة والمتميزة خلال ترأسه حفل استقبال وتكريم بمقر وزارة الدفاع الوطنية. مشاريع حيوية بمثليل بغردايا لفك العزلة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وبشرشال إنجاز طرق جديدة لبعث الحركية التنموية. تدعيم الصرح الجامعي بنعامة بهياكل وتخصصات جديدة تجنبا لعناء تنقل طلبة المناطق النائية. لكم منا أطيب المنى، في أمان الله.